السلام عليكم، ازاي حضراتكم جميعا؟ اول حاجه برحب بحضراتكم في الاولمبياد العلمي الثالث، واول حاجه بشكر القائمين على الحدث ده، خصوصا دكتور اسير. اول حاجه محاضرتي النهارده هتبقى يعني اميزنج شويه او اميوزنج. هتكلم فيها عن اكتر من مجال وهربط فيها اكتر من مجال سوا، لان طبعا زي ما احنا عارفين ان العلم متكامل، والافكار دلوقتي بقت بتيجي ما بين من الكومبينيشن ما بين العلوم المختلفه. الموضوع بتاعي بيتكلم عن الاميونوثيرابيوتيك رول اوف مايكروبيوم ان كانسر تريتمنت، ان نيو ايرا اوف كانسر تريتمنت. بيتكلم عن الدور المناعي للمايكروبيوم في علاج الكانسر، حقبه جديده من العلاج المناعي. هتكلم فيها عن اول مجال هو الميكروبيولوجي، تاني حاجه الكانسر ثيرابي والاميونوثيرابي، وهعمل ما بينهم، ما بين الثلاث علوم هعمل ما بينهم كومبينيشن ونشوف هيطلع معانا ايه. اول حاجه هنتكلم فيها ايه هي الكانسر. زي ما احنا عارفين ان الكانسر دلوقتي بقى مرض العصر، وكل الناس دلوقتي اول ما بتسمع اسم او كلمه كانسر بيبقى عندها خوف لا ارادي او غير طبيعي، اللي هو كانسر الاسم لوحده يخض. طيب اللي هيبقى معانا هو او النوع المميز النهاردة اللي هنتكلم عنه هو سرطان الرئة. طبعا زي ما احنا كلنا عارفين ان سرطان الرئة مصنف من اكتر انواع السرطانات خطورة، ومصنف رقم 2 بعد سرطان الثدي من حيث اكثر الانواع انتشارا، ورقم 1 من حيث اكثر الانواع السرطانات المسببة للوفيات. حتى ان هم عملوا دراسة وجدوا ان سرطان الرئة بيسبب حوالي 10 مليون وفاة في السنة، والإحصائية دي اتعملت سنة 2020 بمعدل وفاة واحد ما بين كل 6 أشخاص، وده تبعا للـ World Health Organization أو منظمة الصحة العالمية والتقرير اللي صدر منها. الـ Non-Small Cell Lung Cancer ده نوع من أنواع الـ Lung Cancer، وهو أكثر أنواع الأمراض أو أكثر أنواع السرطان الرئة انتشارا. طيب الفكرة اللي معايا دلوقت بتتكلم عن حاجة جديدة، الفكرة اللي أنا بعرضها دلوقت أو البحث بتاعي بيتكلم فكرة جديدة، إننا زي ما قلنا هنربط الثلاث علوم ببعض أو الثلاث مجالات ببعض عن طريق أول حاجة إن إحنا هنحارب الكانسر بالعلاج المناعي، وهنعمل تحفيز للعلاج المناعي ده أو الجهاز المناعي عن طريق الميكروبيوم. طيب ماشي. بعد كده الإميونوثيرابي زي ما إحنا قلنا، الفترة ديت الكيموثيرابي والراديوثيرابي وجميع أنواع العلاجات اللي بتستخدم ضد السرطان، الفترة ديت أصبحت يعني ما بقاش ليها القابلية الفعالة جدا، نظرا لأن يعني مثلا فور اكزامبل العلاج الكيماوي، لما بنيجي نعالج الشخص المصاب بالسرطان بعلاج كيماوي، بيبدأ الكيماوي ان هو يأثر على خلايا سرطانية وبيموتها وبيبقى فيها فعال فعلا، بس بيبقى ليه سايد افكتس او اثار جانبية. الاثار الجانبية دي بتأثر على الخلايا المحيطة بخلايا السرطان، فبتعمل اضرار اكتر من ما كانت خلايا سرطانية في الاول. فاحنا بنعالج الخلايا السرطانية وبنعمل برضو مشاكل جنبها. طيب علشان كده العلماء بدأوا ان هم يتجهوا للجهاز المناعي، وان هم يشتغلوا على الجهاز المناعي بتاعنا والخلايا المناعية. ازاي؟ عن طريق ان هم يبدأوا ان هم يحفزوا من الخلايا المناعية. فأول الخطوات اللي بدأوا ان هم يعملوا فيها التكنيك ده فعلا كانت عن طريق استخدام الاميون تشيك بوينتس انهيبيتورز او المثبطات المناعية. طبعا احنا عندنا في جسمنا جيش كبير يعني لا نعلم عنه شيء، بيبدأ ان هو يمر كده وعامل زي الجنود بالظبط. الجيش ده بيبدأ ان هو يحمينا، عندنا زي الخلايا الطائية والخلايا البائية والخلايا الماكروفاج وخلايا كتير من خلايا الجهاز المناعي اللي موجودة في جسمنا، اللي بتلف طول على مدار الثواني علشان تبدأ ان هي تحارب اي جسم غريب او اي كائن غريب بيدخل الجسم او اي نشاط غير طبيعي بيحصل في الجسم، زي مثلا وجود خلايا السرطان كانسر سيل. وخلايا السرطان دي بتبدا بان هي بتكون يعني بتبقى خلايا طبيعيه عاديه، بيبدا يحصل فيها طفره فتتطور وتنمو بشكل غير اعتيادي او غير مفهوم كده abnormally، بتبدا ان هي تكون خلايا السرطان.
طيب احنا زي ما قلنا التكنيك اللي هيتم استخدامه هو الاميون تشيك بوينت انهبيتورز. احنا عندنا خلايا السرطان وخلايا الجهاز المناعي. خلية السرطان بتبدأ ان هي تدور على حاجة تختفي بيها من خلايا الجهاز المناعي اللي عمالة تلف طول اليوم في جسم الإنسان علشان تقتل أي جسم غريب موجود في الجسم. تبدأ الخلايا السرطانية ان هي تنتج بروتينز على المستقبلات بتاعتها علشان تختفي من خلايا الجهاز المناعي. فتبدأ خلايا الجهاز المناعي كده مش بتقدر تتعرف عليها بشكل سريع. دور بقى الاميون تشيك بوينتس انهبيتورز ان هي تبدأ ان هي تعمل اكتيفيشن للتي سيلز وتعمل انهبيشن للريسبتورز اللي بتعمل ان اكتيفيشن للتي سيلز او بتخلي التي سيلز ما تعرفش على خلايا السرطان. فالاميون تشيك بوينتس انهبيتورز الفترة دي بقت شهدت رواج كبير على اساس ان هي ليها فعالية كبيرة جدا في علاج الخلايا السرطانية. تمام جدا. احنا دلوقتي قلنا ذكرنا two branches من البرانشز اللي احنا ذكرناها في الاول وهو الكانسر والاميون ثيرابي. طيب ازاي نقدر ان احنا نربط المايكروبيولوجي او علم المايكروبيولوجي بالعلاج المناعي للكانسر؟ عن طريق المايكروبيوم. ايه هو المايكروبيوم؟ المايكروبيوم ده عبارة عن النورمال فلورا او الكائنات الدقيقة اللي موجودة جوه جسم الانسان، بيكون انسان ناتشرالي بورن بيها، الانسان بيولد بيها طبيعيا. بتكون برضو عبارة عن زي فينجر برينت مميزة لجسم الانسان. لا يوجد شخصين لديهم نفس المايكروبيوم، حتى الام والجنين. الام والجنين الام وابنها يعني لا يتشابه في المايكروبيوم، عشان كده هو خاصية او صفة مميزة جدا للإنسان. الفترة دي بدأ العلماء يعتبروا إن المايكروبيوم زي عضو في جسم الإنسان، بس الفكرة إن هو بيختلف عن الأعضاء بإنه ليس لديه جينوم ثابت، لأنه بيختلف من شخص للتاني. بيكون المايكروبيوم أو الكتلة الحيوية الكائنات الدقيقة دي متوزعة على مدار الجسم كله، فممكن نلاقي فيها إن هي موجودة في النيزل كافيتي أو تجويف الأنف، تجويف الأذن، تجويف العين، وبعد كده بقى انسايد البادي من أول الفم لحد الجي أي تي كلها على مدار القناة الهضمية لحد ما نوصل للأمعاء. الدراسات لحد الوقت اثبتت ان التغير في الميكروبيوم اللي موجود في جسمنا بيأثر على النيورو ديفلوبمنت او الاضطرابات العصبيه. يعني معظم الابحاث اللي اتعملت اكتشفت دور الميكروبيوم في الامراض العصبيه، حتى ان التغير في الميكروبيوم اللي موجود جوه جسم الانسان بشكل غير طبيعي ممكن يأثر على الجسم وممكن يؤدي للاصابه بامراض عصبيه كتير. دي الدراسات اللي لحد دلوقتي تم اكتشافها. طيب بالنسبة للمايكروبيوم والإميونولوجي أو المايكروبيوم والإميونوثيرابي، إزاي ممكن نربط ما بينهم؟ في دراسات اتعملت وبينت إن المايكروبيوم ممكن يكون ليه دور في إنه بيثبط أو بيحفز، يعني ليه تو إفكتس، واحد نيجاتيف والتاني بوزيتيف. اللي احنا عايزينه هو البوزيتيف افكت، لاننا لو استخدمنا البوزيتيف افكت ممكن نتلاشى التأثير السلبي ليه. الفكرة بتاعتنا بتتكلم عن ربط الميكروبيوم بالسرطان، وطبعا وجدوا ان في علاقة ما بينهم فعلا. وتم اكتشاف خلايا من خلايا الميكروبيوم او كائنات دقيقة داخل خلايا السرطان نفسها. فده معناه ان خلايا السرطان ممكن يحصل لها تطور او ان هي يحصل لها تثبيط بناء على المايكرو اورجانيزم الموجود داخله. فده ممكن يفيدنا احنا ازاي باننا ممكن نقدر ان احنا نعمل تشخيص مبكر لخلايا السرطان قبل ما يحدث لها تضاعفات، وده كلته او اننا حتى نلاقي علاج ليها، وده كلته بسبب وجود الخلايا البكتيريا اللي موجوده جواها. طيب بالنسبة للإميون تشيك بوينتس انهبيتورز،
ايه دور الجات مايكروبيوم ده فور سبيسيفيك. انا اخترت نوع من انواع المايكروبيوم وليكن الموجود في امعائنا، امعاء جسم الانسان. ايه ممكن يربط الجات مايكروبيوم بالاميون تشيك بوينتس انهبيتور؟ دور الميكروبيوم، اول حاجه ان هو طبعا الميكروبيوم زي ما احنا قلنا عباره عن كائنات موجوده في جسمنا، عايشه متكامله طبيعيا موجوده في جسم الانسان. طول ما هي عايشه اكيد يعني بتمارس حياتها طبيعيا موجوده عادي، بتعمل فيرمنتيشن، بتعمل تخمر للغذاء اللي موجود في جسم الانسان، وبتحصل منه على طاقه علشان تقدر ان هي تكمل حياتها. طيب نواتج الفيرمنتيشن دي او عمليه التخمر دي بيطلع منها ميتابولايت، او ممكن يطلع انزيمز بروتينز او شورت تشين فاتي اسيد، اللي هي عباره عن نواتج ثانويه. النواتج دي كلها او الميتابولايتس دي كلها بتبدا ان هي تشكل الاستجابه الميكروبيه للامعاء. ازاي بقى؟ بعيدا عن ان هي بتنتج مصدر الطاقه الخاص بيها، فهي بتنتج لنا ميتابولايتس زي الشورت تشين فاتي اسيدز، ودي اللي هي عباره عن الهيروز، الهيرو بتاع القصه بتاعنا يعني، زي الاسيتيت او البيوتيريت اند اتسترا. في برضو كذا نوع من انواع الشورت تشين فاتي اسيدز. الدراسات اللي اتعملت وجدت ان الشورت تشين فاتي اسيدز ليها دور كبير جدا في ان هي بتعمل ستيميوليشن للتي سيلز او الخلايا التائيه اللي موجوده في جسم الانسان، وخلايا المناعيه والاجسام المضاده تبدأ إن هي تعمل تحفيز للسيتوكاينز والتي سيلز. فبكده هي بتبقى ليها دور غير مباشر في علاج السرطان عن طريق إن هي بتحفز الجهاز المناعي إنه ينتج سيتوكاينز بشكل كبير، ده غير إن هي بتعزز السيتوكاينز نفسها أو تركيب السيتوكاينز نفسها. المثال اللي هندرسه دلوقتي وهنطبق عليه هو بكتيريا الأكرمانسيا موسينفيلا. الأكرمانسيا موسينفيلا ده نوع من أنواع البكتيريا اللي وجدوا إن ليه فعلا دور في محاربة السرطان أو خلايا السرطان الموجودة في جسم الإنسان. عندنا وليكن أخين توأم، واحد فيهم بعد عمل الميكروبيال بروفايل أو التحليل اللي بنوضح فيه الميكروبيوم الموجود في جسمه، والتاني برضو عملنا له نفس التست، وجدنا ان واحد فيهم عنده اكرمنسيا موسينوفيلا والتاني لا يوجد عنده النوع ده من انواع البكتيريا. بعد فتره من الزمن وجدوا ان احد الاخين، بعيدا عن ان هما توام، الاخين توام يعني تقريبا عندهم نفس الصفات الوراثيه والدي ان اي بروفايل، وجدوا ان احد الاخين تم اصابته بمرض السرطان والتاني لم يتم اصابته. رجع السبب إلى التكوين الميكروبيومي للبروفايل بتاعته، وخصوصا وجود بكتيريا الأكرمانسيا موسينفيلا. علشان كده الأكرمانسيا موسينفيلا بقت واجهة للعلماء إن هم يشتغلوا عليها ويعرفوا إشمعنى يعني وجود الأكرمانسيا موسينفيلا أدى إن الشخص أو أحد الأخين يحصل له يحدث ليه كانسر، بعيدا عن ان الظروف اللي بيعيشوا فيها هي بياكلوا نفس الاكل تقريبا، عايشين في نفس الظروف المحيطه بيهم. فايه السبب؟ بداوا ان هم يدرسوا بكتيريا الاكرمانسيا موسينفيلا لحد ما وجدوا ان هي فعلا ليها دور في التحفيز المناعي الخلايا المناعية الموجودة في الجسم، واللي حاربت خلايا السرطان قبل ما يتكون. فده أدى إلى الاكتشاف المبكر أو العلاج المبكر للجسم نفسه ذاتيا لخلايا السرطان. علشان كده بدأوا إن هم يشتغلوا على البكتيريا ديت وبدأوا إن هم يستخدموها أو يطبقوها فعلا في علاج السرطان. طيب أو حتى لو مش علاج السرطان دايركتلي، بدأوا إن هم يستخدموها كمحفزات أو مكملات غذائية، بحيث إن الإنسان أو الشخص اللي ياخدها يبدأ إن هو يكتسب مناعة بشكل يعني متدرج شوية لحد ما توصل إن مناعته تبقى قوية. بدأ إن هم يستخدموها كبروبيوتكس أو مكملات غذائية زي ما موجود كده في الصورة، إن بدأوا إن هم يعملوها فعلا، يعبئوها في أزايز بنفس الشكل ده وبياخدوها كمكملات غذائية عادي.
الثلاث اجزاء دولت بيتكلموا عن ثلاث طرق ممكن نستخدم فيها الميكروبيوم في تقويه الجهاز المناعي بتاعنا. اول حاجه هو استخدامها في الفيكال مايكروبيوتا ترانسبلانتيشن عن طريق العلاج بالفيسز، عن طريق اننا بنعمل التعديل للميكروبيوتا اللي موجوده جوه الامعاء للشخص الغير مريض. بناخد منه الفيسز سامبل ونبدا ان احنا نعمل لها بروفايلنج ونحللها، وناخد النوع من انواع البكتيريا او المايكرو اورجانيزم اللي بسببه عنده مناعه قويه، ونبدا ان احنا نعمل له ترانسبلانتيشن في الشخص الثاني اللي عنده مناعه ضعيفه او نقص في المناعه. ده دايركتلي ترانسبلانتيشن او زراعه مباشره. ممكن نستخدمها كبروبيوتكس او مكملات غذائيه، او اننا نستخدم البروبيوتكس مع انتي كانسر ثيرابي. ده يعتبر سينرجيتك ثيرابي ما بين التو بارس دولت عشان نقوي بيهم الجهاز المناعي. طبعا تم استخدام البي فريدل بي اف اي 39 ده كمثال للسينرجيتك ثيرابي ما بين البروبيوتيك اند انتي كانسر ثيرابي. ده المين ريزلت معانا او النتيجه النهائيه معانا، ان العلاج المناعي او الكانسر اميونوثيرابي ممكن يتم تقويته او تحفيزه عن طريق الفيكال مايكروبيوتا ترانسبلانتيشن او استخدام البروبيوتكس او استخدام البريبيوتكس، هما الاثنين بنفس الفعاليه، او استخدام دراجز سينرجيتك ثيرابي، او عن طريق تحسين الدايت او الغذاء عن طريق اننا بنعمل زي دايت معين لينا بيكون بيحتوي على أكل صحي. الأكل الصحي ده لما يتم تناوله بشكل فعال هيؤدي إلى إن الميكروبيوم اللي موجود في جسمنا ما يتأثرش بشكل خارجي بالبيئة المحيطة، ويحصل الجسم على الغذاء المناسب ليه. وفي النهاية يعني، وأخيرا وليس أخيرا يعني، إن الفكرة دي لسه ما زال البحث فيها شغال، وما هي إلا البداية في اكتشاف دور الميكروبيوم في علاج الكانسر عن طريق التحفيز المناعي. ممكن نستخدم الكومبينيشن ثيرابي زي ما قلنا، إن احنا نعمل كومبينيشن ما بين كذا علاج، او اننا نستخدم فيكا مايكروبيوتا ترانسبلانتيشن او البروبايوتكس، او اننا نستخدم المايكرو اورجانيزمس اللي موجوده جوه جسم الانسان دي كبايو ماركر ديسكفري في الاكتشاف المبكر للسرطان، او اننا نعمل موديفيكيشن في المايكروبيوم فنطلع بنتائج جديده لم تصل ليها الدراسات لحد دلوقتي. ده in conclusion يعني دور الميكروبيوم في كذا في علاج كذا نوع من أنواع الأمراض اللي ممكن يصاب بها الجسم الإنسان. أنا حبيت أجيب حاجة كده مميزة يعني، بحيث إن هي فعلا تبقى دليل على الكلام اللي بقوله، وهي العالمة الأمريكية جينيفر دودنا ديت نوبل لوريت أو حائزة على جائزة نوبل، وحاليا شغالة كل الأبحاث بتاعتها على الموديفيكيشن للمايكروبيوم عشان نعزز بيه الإميون سيستم. هي حاليا شغالة في النقطة دي. طبعا الأبحاث لسه بتتزايد في النقطة ديت أكتر، والمايكروبيوم حاليا بيشغل اهتمام الكثير من الباحثين والعلماء، لأن فعلا لو بدأنا إن احنا نتجه ليه هنلاقي فيه أسرار كتير بيكون الحل بتاعها هو المايكروبيوم. ودي الريفرنسز بتاعنا. في النهاية أنا حابة أشكركم جميعا جدا يعني على حسن الاستماع، ويا رب أكون وصلت الفكرة بشكل كويس ويكون في استفادة ولو على الأقل بنسبة 1%، وإن شاء الله يكون الموضوع يعني كويس بالنسبة لكم وينال استحسان. كان التيم بتاعي عبارة عن أنا ألاء عثمان،
قسم الميكروبيولوجي كلية العلوم جامعة طنطا، وإسماعيل حمدي قسم الكيمياء الحيوي جامعة الأزهر. شكرا جزيلا جدا.